انا عايز اتكلم اكتر في موضوع الخدمات، لان دي ما خدتش حقها شويه معانا. ايه اللي حصل فيها وايه اللي جاي؟ يعني زي ما بقول لك، النادي الاهلي لو هناخدهم فرع فرع، مثلا النهارده انت بتتكلم على الجزيره، احنا النهارده ضفنا منافس كتير جدا في فرع الجزيره، بعضها اول مره يخش، مش النادي الاهلي يخش انديه في مصر بشكل عام. الشاشه الكبيره اللي احنا عملناها في الثلاث فروع بس، فرع الجزيره عملت شغل كويس جدا، تقويه شبكات الواي فاي، الشكل العام بتاع الابلكيشن والدفع الاونلاين، مدينه نصر ادينا متنفس كبير جدا في الفود كورت اللي موجود، الجراج طبعا ده جانب انشائي بس برضو في نوع خدمي للاعضاء لان ده كان من المشاكل الكبيره. الشيخ زايد طبعا اتاخرنا فيها شويه، وده من ضمن الحاجات اللي موجوده في البرنامج بتاعنا بقوه في الجانب الانشائي بالذات في الشيخ زايد. ده الجراج طبعا الجراج بتاع في مدينه نصر كان ده يعني مهم. لو بتسالني ان انا من ده من اهم الانجازات الانشائيه والخدميه في نفس الوقت للمجلس في الدوره طبعا دي. لانه خدمه مباشره، لان ده كان وكان حاجه صعبه جدا، الركنه في مدينه نصر كانت كارثيه. زايد عايز اتكلم عليها شويه، لان زايد احنا استلمنا المرحله الاولى كانت 28 فدان. لما استلمنا في 2017 في اواخرها كان هناك قرار بوقف التراخيص لحاجات جديده في الشيخ زايد، لبعض الحاجات الصغيره يعني مش عارف ايه، اتعمل هنا بزياده شويه هنا اقل شويه، خدت وقت طويل جدا عقبال، ودي من الحاجات اللي فيها نوع من البيروقراطيه في حته التصاريح والرسم المعماري والكلام اللي انا كنتش اعرف عنه حاجه قبل ما اخش في المعمعة دي. في المطبخ بتاع النوادي والكلام ده كله، خدنا وقت طويل جدا عقبال ما خدنا الموافقات بتاعه الكلام ده. عقبال لما خدناها يمكن كنا دخلنا على اول مستوى 2019. كنا بارل لده بندفع بدايه اقساط ارض التجمع. احنا دافعين في اقساط على مدار الفتره بتاعتنا 420 مليون جنيه في ارض التجمع، وجبنا 2200 عضويه جديده فقط لحد دلوقتي في الحته بتاعه التجمع. فانت كنت فاتح على جبهتين، بتحاول تكمل زايد وبتعمل متنفس جديد، كان قرار موفق من وبتنشئ من العدم. يعني كان قرار موفق من مجلس المهندس محمود طاهر، التوسع في الناحيه بتاعه التجمع، بس الاثنين مع بعض كنت بتحاول توفي على الاثنين. مع ظروف كورونا، مع وقف التراخيص، خدنا وقت. اول حاجه عملناها في الشيخ زايد كانت مجمع البنوك. 175 مليون جنيه عشان نبدا المرحله الثانيه في الانشاءات في الشيخ زايد. المرحلة الثانية 30 فدان، يعني قد اللي موجود دلوقتي. ايوه. عملنا تشغيل تجريبي اول امبارح لمجمع الصالات، صالة كاراتيه وجمباز وسكواش وتنس طاولة. بمساحة كبيرة للأعضاء، بمنافذ مستوى أعلى كتير جدا من أي نادي تاني في مصر. ثلاث منافذ موجودين هناك. ايوه. مبنى اجتماعي بدأنا اوريدي شغل فيه في الشيخ زايد على 1200 متر بمنطقة جلوس أعضاء، بملاعب كورة خماسي للأعضاء برضه عشان المتنفس بتاعهم. حمام سباحه جديد عشان عندنا مشكله في حمام السباحه في الشيخ زايد. في واحد جديد بيتعمل، في واحد جديد هنبدا لسه فيه بعد باذن الله الانتخابات لو ربنا قدر لينا. فالشيخ زايد حصل تاخير حقيقي ومع مس كوميونيكيشن، ان ما تقالش للناس الكلام ده، ما تقالش لسه احنا اخرنا كل ده ليه. فالناس عندها الاحساس النهارده اللي هو ايه، انتوا لسه بتفتحوا الصالات النهارده عشان الانتخابات. احنا بقى لنا سنه ونص في الصالات دي عشان نبنيها. والمرحله دي لما تكمل ان شاء الله وذن السنه اللي جايه، ده هيبقى قد اللي موجود. ايوه. هيبقى 30 فدان تانيين اكتر كمان من 28 فدان الموجودين. وبعدين بقى عندك الانجاز التاني اللي في الشيخ زايد ان شاء الله مستقبل، ال 65 فدان اللي هو بتوع المدينه الرياضيه والاستاد. ودول برضو من ضمن الحاجات اللي الكابتن سعى فيها. ايوه. وسعى فيها يعني بقوه. اللي هو الارتفاعات، ان احنا ناخد ارتفاع عالي في المنطقه دي عشان نعرف نعمل الاستاد. وبقى عندنا خلاص فور شور ان استاد النادي الاهلي هيتعمل في الحته دي، لان ده كانش موجود. كانش سهله كمان. ما كانش سهل وما كانش موجود. ايوه. فبقى ارض الشيخ زايد على بعضها اللي هي 128 فدان تقريبا بقت كلير وموجوده وخطتها واضحه والمخطط بتاعها واضح، وهنبدا ننطلق فيها بقوه. لكن زي ما بقول حصل تاخير في حاجات كتير، زعل الناس شويه او حسسهم ان احنا مش باصين لزايد او مش فارق معانا زايد، عشان شافوا افتتاحات كتيره انشائيه في الجزيره وفي مدينه نصر، لكن ما شافوش في زايد. المساله تبدو لاي مجلس اداره، يمكن الناس اتعودت في العموم غالبيه الانديه مجلس اداره بيدير مقر واحد، فشايف انا ما شاء الله بقى عندنا ثلاثه، الاب اللي عنده اربع اولاد ومطلوب انه يعدل بينهم على مختلف اعمارهم وظروفهم ومستوياتهم. طبعا دي مشكله صعوبه 100%.
مش صعوبه بس خلي بالك، مثلا احنا عندنا حاجه من ضمن المشاكل اللي في الجزيره النهارده، الجزيره مساحه ضيقه جدا. عايز جراج. مفيش، مستحيل انك انت يبقى عندك جراج، فانت بتحاول النهارده ومحطوط في البرنامج ان احنا نتكلم مع المحافظه ان يدونا مكان في الجراجات اللي حوالين النادي. فده لان خلاص وسط البلد بقت زحمه جدا. مدينه نصر كان طبعا الشغل الشاغل بتاعنا هو الجراج. خدنا وقت طويل جدا جدا جدا، من يمكن الجراج ده بقى له 20 30 سنه مش عارفين نعمله. صحيح. واتعمل يعني بصعوبه شديده واعتقد في فكره التوسع فيه. التوسع بالهيدروليك اللي هو ياخد دور تاني، فكل فرع ليه متطلبات. وفي النهايه خلي بالك انت الدوره دي عملنا تعاقدات على اعمال انشائيه بأولموست مليار و400. مليار و400 ما بين الاربع فروع، منهم 700 مليون في المرحله الاولى بتاعه ارض التجمع. لان التجمع انت ده غير ثمن الارض، ده انت عندك الانشاءات تعمل بنيه تحتيه للنادي كله. بين بقى عندك مرحله اولى في التجمع اللي ان شاء الله نفتحها مارس ابريل اللي جاي، الهيئه الهندسيه مارس او ابريل افتتاح ان شاء الله مبنى اجتماعي التجمع. مبنى اجتماعي، مسجد، جراج، ملاعب تنس، ملاعب طايره، سله، يد، وملاعب كره، ملعب كره خماسيه وملاعب للاكاديميات الكوره. فرع التجمع هيبقى حاجه اوتستاندنج، حاجه رائعه، نقله تانية لانه معمول فعلا حلو وبديزاين. خلي بالك برضو من ضمن الحاجات الحلوه اللي اتعملت المره دي هو توحيد شكل المباني بتاع النادي. طبعا الصالات الشخصيه المعماريه حتى البوابات الكلام ده كله، فمعمول حاجه في التجمع هتعجب الناس ان شاء الله. ومرحله تانية باذن الله يبقى في حمام السباحه وصاله الجمباز.